السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يكون انت عندك فكرة تطبيق هشتغل بالذكاء الاصطناعي، لكن هياخد وقت كبير قوي على ما تدربه، ومحتاج سيرفرات والحاجات دي كلها. ففي مواقع كتيرة بتديك خدمة زي كده، بيقول لك ايه، انت هتبدأ بس تبرمج حاجات بسيطة تربط بين موقعك والموقع بتاعنا، واي حد يبعت لك حاجة او هيطلب منك حاجة احنا هنعملها وهنحطها له من خلال الموقع بتاعك. وممكن انت تدربه على حاجة بسيطة خالص، يعني تخليه متخصص في حاجة معينة، عربية مثلا وهكذا، يعني ستايل عربي. طيب ده مثلا من ضمن المواقع بيديك مثلا خاصية ان انت تخلي في الموقع بتاعك انتيريو ديزاين. هو مدرب الموقع بتاعه خلاص على موضوع الانتيريو ديزاين، في حاجات كتير جاهزة، وتقدر ان انت تشوف الموديل بتاعه، لكن برضو ممكن انت تخليه من خلال الموقع بتاعك. تمام، دي كلها موديلات مختلفة. انت بقى تبدأ تخصص، انا محتاج بس الحاجات اللي هي ايه خاصة بالذكاء الصناعي. تقدر تعمل داونلود وابلود للمودلز اللي انت عايزها. دي مثلا اكتر حاجات الناس شغاله بيها. تمام، وتقدر تعمل سيرش على الحاجات الخاصه بالاركتكتشر مثلا، او الحاجات الخاصه بالانتيريو ديزاين، فيبدا يجيب لك الحاجات تقدر انت تختار منها. تمام، طيب الموقع فيه خدمات كتير، ممكن تختار واحد زي ده او ده وتربط الموقع بتاعك بيه. هو كله بيشتغل بستيبل ديفيجن. طيب لو جينا هنا على البرودكت هتلاقي في تريم موديل، في حاجات خاصه بالفويس كلوينج، في تكست تو ايمج تديله برومت يديك الصور، في حاجات خاصه بالانتيريور ديزاين، في حاجات خاصه بالتعديل في الايديت. خلي بالك اي بي اي معناها برمجه، يعني هتربط الموقع بتاعك او البرنامج بتاعك بالموقع بتاعك. فكل الموضوع سهل جدا وبسيط، لان هم عاملين الخدمه ديت. تقدر تعمل حساب وتقدر ان انت تربط الموقع بتاعك بيهم عادي، ومثلا تبقى فيها نفس الخاصية ان اي حد يصور اي صورة يرفعها يبدأ يديله انواع كتيرة جدا من الستايل. لو انت حاولت تدرب الموديل تعمل موديل خاص بيك دي حاجة كويسة، لكن بتاخد وقت وجهد. فغالبا الناس بتبدأ تشتري موديل جاهز او تشوف موديل موجود، وبالذات ان اغلبهم بيكون مجاني اوبن سورس. الموقع هنا ممكن تستخدمه اكتر في فكرة ان سيرفرات كتير عنده قوية تقدر ان انت تستعين بيها. تمام، روم ديزاين باي انتيريور ديزاين اي بي اي، فتقدر تعمل جنريت روم انتيريور ويز اي بي اي. تقدر تشوف الشرح بتاعها هيتعمل ازاي، فيو اي بي اي دوكيومنتس، يبدا يجيب لك الدوكيومنتس اللي هتعمل ازاي. هنا بقى الايمج اديت، تقدر ترفع صوره وتبدا ان انت تعدل عليها، بيديك خصائص كتيره. في حاجه خاصه مثلا زي تكست تو فيديو، تديله تقول له تكست مثلا كرييت فيديو، وتديله الكلام اللي انت عايزه برومت، يبدا ان هو يعمل لك الفيديو دوت. في كنترول نت، ان انت بتديله الحركه المعينه، مثلا عايز اي صوره هتقول له مثلا عايز ارنب، فيبدا يديك نفس الحركه اللي هتديها له في الكنترول نت، وهكذا. فاتمنى الناس تستفاد منها ان شاء الله. تمام، دي الكنترول نت موديل، ممكن تلاقي فيها حاجات كتيره، فتقدر تختار الستايل اللي انت عايزه. كل دول تقدر ان انت تشوفه.